السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغالي، وإن شاء الله هنبدأ بلاي ليست جديدة ونبدأ توبيك جديد في الباور الكترونكس. هنبدأ نتكلم إن شاء الله الفترة الجاية على المالتي ليفل انفرترز. لو تفتكروا احنا الفترة الأخيرة اللي اشتغلنا فيها في موضوع الريسيرش والبوينتس اللي خاصة بالباور الكترونكس، آخر حاجة احنا خلصناها السنجل ستيج انفرتر، وقلنا طبعا يعني ايه سنجل ستيج وليه بروح للسنجل ستيج وانواع السنجل ستيج انفرترز، احنا خلصناهم وكل الكلام ده موجود في البلاي ليست الخاصه بالريسيرش. لا ان شاء الله احنا الفتره الجايه نعمل بلاي ليست جديده واسميها المالتي ليفل انفرترز، لان فعلا الموضوع ده ترند كبير جدا لناس كتيره بتشتغل في الريسيرش في المالتي ليفل، لان اغلب الشركات في الاندستري وفي الباور سيستمز وفي الباور الكترونكس معنى اصح في اللي انت ممكن تحتك بيه على ارض الواقع، الا وهو المالتي ليفل انفرترز، لان دي الحاجه الواقعيه ودي الحاجه اللي بعيدا عن موضوع الريسيرش ان هي تشتغل على فكره جديده او تشتغل على بوينت تنشر فيها، لكن هي في الواقع تكاد تكون معدومه او تكاد تكون لا يعتمد عليها. يعني ده اغلب الريسيرش اللي الناس بتشتغل عليه، لكن لو بنتكلم في حاجه يعتمد عليها وان انت فعلا ممكن بعد ما تخلص بي اتش دي مثلا تشتغل في الاندستري، بيبقى موضوع المالتي ليفل انفرترز. فموضوع مهم جدا ان احنا نتكلم عنه باستفاضه ونتكلم عنه في بلاي ليست منفصله تماما عن البلاي ليست اللي احنا شغالين عليها. طيب هو ايه اللي خلانا نروح للمالتي ليفل انفرترز؟ يعني احنا معلوماتنا عن الانفرترز او الكونفنشال اللي احنا بدأنا بيه الفولت سورس انفرتر، والفولت سورس انفرتر مشاكله زي ما قلنا مشاكل كتيرة جدا، من موضوع ان انت عندك بس تو ليفل 1 و 0 بالاضافة للهاربونكس العالية جدا اللي انت بتحتاج لها فلتر. ففي حاجات خلتنا نروح للمالتي ليفل، الحاجات دي احنا هنشوفها دلوقتي في مقارنه وهنشوف ايه المالتي ليفل احنا هنتكلم على ايه في البلاي ليست بتاعتنا. يعني احنا الفيديو ده انترودكشن للمالتي ليفل. اللي قدامنا هو الفولت سورس انفرتر اللي هو التو ليفل، ودايما احنا النمبر اوف ليفلز دايما بيأثر عندي في اللاين فولتج، يعني هيبقى تركيزي في النمبر اوف ليفلز في اللاين فولتج مش الفيز فولتج. فزي ما انت شايف ان في الفولت سورس انفرتر كان اللاين فولتج عندي هو 1 و 0 هو 2 ليفل اونلي، سواء في البوزيتيف او في النيجاتيف سايد. خلاص طيب يبقى انا ده موضوع الفولت سورس انفرتر ككونفيجريشن وكفكره. لو رحنا دلوقتي نشوف ليه احنا بدانا نروح للمالتي ليفل، دي كومباريزونز موجوده بتوضح كويس جدا ايه الفرق ما بين الكونفنشنال انفرتر والمالتي ليفل انفرتر. اول بوينت الهاير توتال هارمونيك ديستورشن، هتلاقي ان التوتال هارمونيك ديستورشن في التو ليفل عكس الستيبز فولتج. يعني انا عندي فولتج انا ماشي على شكل الساين او الاوتبوت بتاعي على شكل ستيرز كده اكن ماشي على الساين، فبالتالي انا كده التوتال هارمونيك ديستورشن للمالتي ليفل اقل كتير جدا من التوتال هارمونيك ديستورشن الموجود في الفولت سورس انفرتر. الحاجه الثانيه الفولت اللي بيبقى موجود على السويتشات في الفولت سورس انفرتر هتلاقيه كبير جدا جدا مقارنه بالفولت اللي موجود على السويتشات اللي موجوده في المالتي ليفل، لان انت ساعتها انت بتقسم بيبقى عندك عدد سويتشات تكاد تكون اكتر، لكن بيبقى الفولت ساعتها متقسم على السويتشات دي، فبقى السويتش بدل ما كان بيشوف فولت كبير جدا بقى بيشوف فولت قليل اللي هو بيحقق لي الليفلز اللي انا عاوزها. خلاص طيب لو جينا في الـ انا عاوز في الاخر في ارض الواقع في الاندستري ان انا اطلع ميجا وات او اطلع هاي فولتج. عشان اطلع هاي فولتج الموضوع ده زي ما احنا قلنا الاستريسز لما يكون الجهد عندي كبير فالاستريسز على السويتشز كبيره جدا، وبالتالي هيبقى عندي مشكله كبيره جدا لو انا شغال فولت سورس انفرتر. لكن لو جينا احنا قلنا كده كده الاستريسز في المالتي ليفل قليله، وبالتالي في امكانيه ان انا اعلي الجهد اللي انا عاوزه بقدر الامكان، فهتلاقي ان انا من حيث الابلكيشن في الهاي فولتج المالتي ليفل انفرترز يقدر يساعدني كويس جدا جدا جدا. ودي النقطه
رقم 3 بتأثر على النقطة رقم 4 في الهاي فولتج ليفل اللي هو في الابليكيشن، ايه الابليكابل والنون ابليكابل في الهاي فولتج ابليكيشنز. بعد كده الدي في باي دي تي، اكيد لو انا بطلع 1 و0 غير ان انا بطلع ستيب، يعني انا بطلع ستيب يبقى انا اكيد مثلا من 1 طلع ل2 فالفرق 2 ناقص 1 1، لكن انا لو بطلع 10 وبنزل ل0 فالفرق كبير جدا جدا. يعني انا لو عندي مثلا 5 ستيب فانا اكيد عشان اوصل ل10 يبقى انا عندي ايه 2 4 6 8 10 الاوتبوت فولتج بتاعي، عكس ان انا استخدم الفولت سورس انفرتر هو هيديني 0 و10، فالدي في باي دي تي على السويتشز كبيره جدا، وبالتالي الالكتروماجنتيك انترفيس هتبقى رهيبه جدا في السيستم بتاعي. طبعا انت بتحتاج هاي سويتشنج فريكونسي، ليه؟ عشان تقلل الفلتر عندك او الديزاين بتاع الفلتر بتاعك بيبقى قليل جدا، لكن انت كده كده في المالتي ليفل بتطلع ليفلز، يعني بتمشي على شكل الصين على شكل ليفل، فانت مش محتاج ان انت تديزاين فلتر كبير جدا لان انت اوريدي مراعي موضوع الايه ان انت تطلع بيور ساين عن طريق الليفلز. فهتلاقي ان مشكله ان انت ديزاين فلتر بقت تكاد تكون قليله جدا، بالاضافه ان انت ساعتها مش محتاج ان انت تعلي السويتشنج فريكوانسي. بعد كده الكنترول طبعا بتاع الفولت سورس انفرتر هيبقى فيري سيمبل مقارنه بالكنترول بتاع المالتي ليفل، لان انت كل ما كتر عدد السويتشز بالاضافه ان انت التارجت بتاعك ان انت تطلع نمبر اوف ليفلز وان انت الليفلز دي تكون طالعه مظبوط، ده هيبقى الموضوع فعلا فيري كومبلكس. خلاص ده موضوع الكومباريزون ما بين الكونفنشنال انفرتر اللي هو الفولت سورس انفرتر وما بين المالتي ليفل انفرترز. خلاص وطبعا الادفانتج هتلاقي ان انت السويتشنج فريكوانسي قليل، الانبوت كارنت طبعا هيبدا يكون لو هارمونيك لو ديستورشن، والتوتال هارمونيك ديستورشن هتبقى قليله جدا طبعا. طيب التايب اوف مالتي ليفل انفرترز، قبل ما نتكلم على التايب لو احنا رحنا الباور بوينت دي، ده فكره المالتي ليفل دلوقتي، يعني انا التو ليفل ده اللي انا عارفه خلاص الفولت سورس انفرتر، لكن انا عندي ممكن اطلع اللاين بتاعي 3 ليفل، وممكن اطلع 5 ليفل، وممكن اطلع 9 ليفل، وممكن اطلع 7 ليفل، والكلام ده احنا هنشوفه عن طريق المات لاب سيميلينك واحنا بنشرح الفكره بتاعت انواع المالتي ليفل انفرترز اللي موجوده. فزي ما انت شايف دلوقتي بص شكل الاوتبوت فولتج بقى عامل ازاي، انا بقيت ستيبز ساين، يعني انا ماشي على الساين على هيئه ستيرز او اللي هو تكاد ان انت ماشي على شكل الساين بايه بستيبس بتبدا تحطها او ليفلز بتبدا تحطها. خلاص عشان الناس بس تبقى الصوره واصله يعني ايه مالتي ليفل، انت الصوره اللي عندك او اللي الناس عارفاها تو ليفل، لكن محدش احتك بالمالتي ليفل الا في اضيق الحدود. خلاص طيب لو رجعنا تاني هتلاقي ان المالتي ليفل انفرترز بتنقسم دول اللي هم بدايه الكاتيجوري، يعني انت اول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم مالتي ليفل انفرترز هتلاقي تحتك بالثلاثه دول بالثلاثه انفرترز دول. في نوعين، في الكومن دي سي سورس، يعني في انفرترز من دول بتحط دي سي سورس بتاعك وكومن على الانفرتر كله ويبدا يتغذى ويشتغل، زي الدايت كلامبد انفرتر والفلاين كاباستور انفرترز، ودول هم اللي هنبدا بيهم باذن الله. خلاص يعني انا هبدا بالدايت كلامبد انفرترز وبعد كده اخش على الفلاين كاباستور. بعد كده النوع اللي بعد كده اللي هو الكاسكيد انفرتر او الاتش بريدج انفرتر، ده بيحتاج سيبريت دي سي سورسز، يعني انت بتلاقي ان كل اتش بريدج ليها دي سي سبلاي منفصل عن الاتش بريدج اللي بعديها، يعني مفيش كومن، يعني انا مش كل الاتش بريدجز اللي موجوده بتاخد كومن دي سي. لو في صور دلوقتي اوريكم، يعني ده شكل الدايود كلامبت زي ما انت شايف هنا، في دي سي سبلاي واحد وفي مكثفات هي اللي بتعمل شيرنج للفولتج على الانفرتر عندي. لو رحنا اللي بعديه اهو الفلاين كاباستور، برده في دي سي سبلاي واحد على الانفرتر عندي. اللي بعديهم الاتش بريدج، بص لا في الاتش بريدج هتلاقي ان كل اتش بريدج ليها دي سي سبلاي خاص بيها، يعني هتلاقي في سبلاي خاص بكل اتش بريدج لوحدها، ملهاش مفيش كومن دي سي سبلاي. دول التلات انواع اللي هو انت اول ما تيجي تتعلم او تبدا تخش خلاص انت اتعلمت الفولت سورس انفرتر، فهمت فكرته الاناليسيس بتاعته الاوبريشن بتاعته
ازاي تشغله، سواء انت بتشتغل باس بي دبليو ام او سبيس فيكتور ميديليشن، او هتعمل اس بي دبليو ام عن طريق الثيرد هارمونيك انجكشن. الكلام ده كله ده الايه، ده المتعارف عليه في الانفرترز العادي اللي هو الفولت سورس انفرتر. خلصت ده عاوز تخش في المالتي ليفل، هتبدا في الثلاث انواع انفرترز دول اللي هو الدايت كلامبد او الفلاي كاباستور او الاتش بريدج او الكاسكيد انفرتر. خلاص دول ودول اللي احنا ان شاء الله هنبدا بيهم. طب ده بالنسبه للانفرترز. طرق الكنترول بقى اللي بتحكم فيها، يعني ايه طرق الكنترول اللي انت بتحكم بيها في الانفرترز دي، وهل دول بس اللي موجودين في المالتي ليفل؟ لا، انا زي ما قلت دول اللي كانوا البدايات، لكن الترند دلوقتي واللي هو التوب واللي واخد الدنيا كلها هو الام ام سي، الموديلر مالتي كونفرتر. ده بقى اللي احنا بعد ما نخلص الثلاث طرق دول او الثلاثه انفرترز دول هنقعد نحضر له عشان اطلع لك الفكره بتاعته وازاي بيشتغل، لان الكلام ده مش موجود على اليوتيوب بالذات في الام ام سي. فاحنا عشان نوصل للام ام سي ونبقى كوننا فكره والموضوع يبقى سهل في الام ام سي ما ناخدش وقت كبير، لازم نكون بدانا بالانفرترز دي كتشغيلها، ازاي اشغلها، ازاي افهم الكنترول بتاعها، لان بحد ما او بنسبه كبيره قريبه الام ام سي هتلاقي ان انت قريب في تشغيله لحد ما من الانفرترز دي، فهتبقى المعلومه بسيطه وسهله بالنسبه لك. خلاص طيب. يبقى احنا فهمنا كده ان في ثلاث انواع انفرترز اللي هو الدايت كلامبل انفرترز وفلاينج كاباستور انفرترز والكاسكيد انفرترز. خلاص ووراهم واللي كله شغال عليه دلوقتي الام ام سي، المودولار مالتي كونفرتر. خلاص ده اللي احنا ايه ان شاء الله هننهي بيه البلاي ليست بتاعه المالتي ليفل. طرق الكنترول زي ما قلت في طرق كتيره في الكنترول، في السبيس فيكتور بيزد الجوريزم، وده معقد جدا لان هو انت اصلا لو رحت بالكونسبت او بفكره السبيس فيكتور في الفولت سورس انفرتر هتلاقيه فيري كومبلكس. تخيل بقى ان انت مش عندك 2 ليفل، انت عندك 3 و4، فبتلاقي الموضوع بقى فيري كومبليكيتد قوي في السبيس فيكتور. بس طريقه من ضمن الطرق الموجوده. نيجي للطريقه الشائعه واللي اغلب الناس بتشتغل بيها اللي هو المالتي كارير. المالتي كارير عندك فيه نوعين، في فيس شيفت بي دبليو ام وفي ليفل شيفت بي دبليو ام. خلاص الفيس شيفت بي دبليو ام احنا هنسيبه دلوقتي لما نخش في الام ام سي، هقول لك ان في ميزه وميزه جامده جدا هتخلينا نستخدمه، لكن الشائع واللي الاغلب بيستخدمه هو الليفل شيفت. الليفل شيفت وهتلاقي ان في الليفل شيفت في ثلاث انواع، في حاجه اسمها فيس ديسبوزيشن بي دبليو ام، وفي اوبوزيت ديسبوزيشن بي دبليو ام، وفي الترنيت اوبوزيشن ديسبوزيشن بي دبليو ام. طبعا لما نيجي نبدا نتكلم على اول انفرتر هعمل لك زومنج عليهم وابدا اشرحهم لك الفرق ما بين كل واحده والتانيه. اللي انا عاوزك تعرفه دلوقتي ان احنا في انواع كنترول كتير اتكلمنا في السبيس فيكتور ومش هنحتك بيه خالص، والمالتي كارير هو ده اللي هنخش فيه، وفي الهايبرد ميديوليشن، وفي السلكتيف هارمونيك اليمينيشن، وفي النيرست ليفل كنترول. دي طرق مشهوره جدا في المالتي ليفل. احنا هنخش في المالتي كارير. المالتي كارير فيه نوعين، في فيس شيفت وفي ليفل شيفت. الفيس شيفت مش هنتكلم عنه دلوقتي، احنا هنركز على الليفل شيفت. يبقى احنا شغالين بحاجه اسمها ليفل شيفت في المالتي كارير. وبرده في المالتي كارير ليفل شيفت احنا هنشتغل بالفيس ديسبوزيشن بي دبليو ام اللي هو اول نوع. في انواع ثانيه لما جم قارنوا في الانواع الثانيه اللي هم النوعين الثانيين لقوا ان التوتال هارمونيك ديستورشن بتاع اول طريقه هي احسن طريقه. فبرضه ايه، انا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل لك زومنج على الليفل شيفت واقول لك ايه الفرق ما بيسموهم البي دي والاو بي دي، ايه الفرق ما بين الفيز ديسبوزيشن والاوبوزيت ديسبوزيشن والالترنيف اوبوزيت ديسبوزيشن، ايه دول، ايه الفرق ما بينهم، هما كلهم ليفل ايه، كلهم ليفل شيفت. فهوريك الفرق ما بينهم ان شاء الله ايه في الفيديو اللي جاي. خلاص يبقى دي طرق الكنترول اللي احنا برضه هنبدا نتكلم عليه. يبقى خلاصه الانترودكشن انا عاوز اوصلها ان احنا ان شاء الله عاملين بلاي ليست جديده في المالتي ليفل انفرترز، هنبدا نتكلم فيها عن انواع المالتي ليفل، وهنبدا بالانواع السهله لحد ما نوصل للاصعب واحد واللي هو كل الناس شغاله بيه دلوقتي الام ام سي. وفي طرق كنترول كتير احنا هنشتغل في المالتي كارير، والمالتي كارير هشتغل فيه بنوعينه سواء فيس شيفت او ليفل شيفت. احنا هنبدا بايه، بالليفل شيفت. خلاص اتمنى الناس تتابع البيست دي خاصة، مهمة جدا جدا جدا، ومش دي ان شاء الله مش دي البداية، احنا لسه في
شغل كتير جدا، ربنا ان شاء الله ييسر الحال ويبقى عندي الوقت ان انا ابدا اشتغل على كل الكلام ده. فاتمنى الناس تتابع معانا البلاي ليست دي وتتابع معانا الفيديوهات دي، فعلا هتستفاد وهتفرق معاك جدا، وبالذات الناس اللي بتشتغل في المالتي ليفل، او اللي كان حابب بيدور على مجال في الباور الكترونكس وعاوز يبدا في حاجه فعلا يشتغل فيها بعدين، او يسافر بره يلاقي بوزيشن في شركه. فالمالتي ليفل انا بقول لك اشتغل في المالتي ليفل انفرترز، الموضوع فعلا مهم جدا وفي فرص كويسه جدا 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 للناس اللي عاوز تشتغل، سواء في ريسيرش في شركات فيها ريسيرش، او في شركات في الاندستري خاصه بالالكتريسيتي، شركات الكهرباء عموما يعني. خلاص تابعوني وما تنسوناش من دعواتكم، اشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.